السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. بالنسبة للحلقة إخواني، تشغيل 40 عاملة كابلاج بمدينة سخيرات تمارا، وهذا الإعلان إخواني راه كيهم الناس اللي عندهم دبلوم ديال التكوين المهني، سواء عندك تقني متخصص شهادة التأهيل المهني أو لا تكنيسيان. إذا بالنسبة لهذا الإعلان إخواني، غادي تخدموا في هاد الشركة اللي خاصة، يعني الشركة خاصة بالسيارات اندستري الأوتوموبيل، بالصالية ديال 2970 درهم، الصالير اللي هو صالير ديال السميكه في سخيرات تمارا. اذا الناس اليوم كاينين في سخيرات تمارا يدفعوا لهذا الاعلان اخواني الخاص بالاناث فقط 40 اوبيراتريس دو كابلاج اللي يخدموا في سخيرات تمارا بالصالير ديال 2970 درهم. الا عندك الا كنت في سخيرات تمارا دفع لهذا الشركه هذه، واذا عندك الدبلوم ديال التكوين المهني، جميع الدبلومات ديال التكوين المهني، سواء كان عندك تقني متخصص، كان عندك تقني، كان عندك شهاده ديال التاهيل المهني، كاع الشواهد ديال التكوين المهني او لا ديال يعني ديال التكوين المهني لو اف بي بي تي، راهما مقبولين في هذه الشركه هذه، وراهما طالبين الا هذا الدبلوم هذا بوحدو اللي طالبينه فقط. اذا ادفعوا لهذه الشركه هذه، راه طالبين 40 اوبيراتريس دو كابلاج اللي غادي يخدموا في سخيرات تمارا. اذا الان اخواني، بعد ما اننا تعرفنا هذه المعلومات هذو، غادي نمروا مباشره للطريقه كيفاش غادي نبوصوليو لهذا العمل هذا اللي غادي نخدموا في سخيرات تمارا في هذا المصنع هذا ديال الكابلاج. اذا اخواني، اول حاجه غنديروها وهي اننا نتسجلوا او لا نفتحوا كونت في الوكاله ديال انابيك باش يتيح لنا الفرصه اننا نستافدوا من هذه العروض هذه ديال الانابيك. اذا اول شيء اخواني، خصنا نعمروا مباشره، نعمروا هذه الاستماره هذه اللي كاينه في الوكاله ديال الانابيك باش نفتحوا بها كونت، باش يكون لنا كونت ندخلوا لاي عرض من العروض ديال الانابيك. اذا اول شيء غادي نعمروا هذه الاستماره، غادي نخليكم مع واحد المقطع ديال شرح طريقه كيفاش تعمروا الاستماره بالطريقه الصحيحه. بعد ذلك غادي نمروا للطريقه كيفاش غادي نبوصوليو لهذا العمل اللي مطلوبين 40 عامله اللي غيخدموا في الكابلاج في سخيرات تمارا. تحط لاكارت ناسيونال ديالك هنا، نمبر لاكارت ناسيونال هنا، تعاود نمبر لاكارت ناسيونال هنا، دير مودباس هنا، تعاود مودباس هذا، المودباس هذا هو اللي تدخل به الكونت ديالك اللي غادي تدفع لشي يعني لشي عمل. بالنسبه لهنايا غادي تحط لون ديالك، يعني الاسم العائلي ديالك، وهنا الاسم الشخصي، يعني هذه المعلومات كلهم باللغه الفرنسيه، ما ديرش اللغه العربيه، اكتب باللغه الفرنسيه. هنايا غادي تحط الجنس، يعني تحط غير انت ذكر ولا انت انثى، يعني حسب الشخص اللي غادي يدفع. بالنسبه لهنايا غادي تحط الحال العائلي ديالك، واش انت اعزب ولا متزوج متزوجه، ديفورسي مطلقه ولا ارمله، يعني على حسب الحاله العائليه ديال كل شخص. بالنسبه لهنايا لا دات النيسونس ديال هذا الشخص هذا، اللي هو كيبدا بالنهار، كيبدا بالنهار عاد كدوز الشهر عاد كدوز السنه، كذا يعني كتحط المعلومات ديالك يكونوا صحيحين. بالنسبه لهنايا كتحط يعني لادريس ديالك، يعني لادريس فين ساكن، يعني لادريس يكون في لاكارت ناسيونال، يعني لادريس هو اللي كيكون في لاكارت ناسيونال. مورا لاكارت ناسيونال غادي تاخذ هذاك لادريس اللي هو مكتوب باللغه الفرنسيه، غادي تنقلو تحطو حرفيا في هذا المكان. بالنسبه لهذه المرحله هذه الثالثه اللي كتحط فيها المدينه، يعني المدينه فين ساكن نتايا. على سبيل المثال الناس اللي هما ساكنين مثلا في مدينه ورزتك بهذه الطريقه هذه، غادي يحطوا ورزت مثلا هنايا، وهنا غادي تحط لي كوميون، الجماعات اللي تابعه لهذا المنطقه اللي انت فيها. على سبيل المثال انت في ورزتك ولكن تابع لواحد الجماعه من هذه الجماعات، كاينين الجماعات كلهم في هذا المكان. بالنسبه لهنايا كتحط الجيميل ديالك، يعني الجيميل يكون صحيح وخدام، يعني اللي كيكون في التليفون كتحط الجيميل هنا، كتعاود الجيميل هنا، كتحط الرقم الهاتفي ديالك اللي هو هاتف، يعني رقم هاتف صحيح. ملي كتكمل المعلومات كاملين غادي نجيو لهذا المكان ونحطوا سيتياسيون اكتويل، يعني الحاله ديالك اللي هي واش انت خدام ولا ما خدامش. الا كنت خدام يعني كدير افي كومبلوا، كنتي ما خدامش كدير سون اومبلوا. مزيان، هنا بالنسبه لهذا المكان كتحط فيه الفورماسيون، يعني لي ديبلوم ديالك، يعني الشواهد، يعني لا بالعموم الشواهد اللي انت واخدها في المسيره الدراسيه ديالك، يعني كديرها كل شيء، يعني كتبدا بالديبلوم، عاد كدير سبيسياليتي ديال الدبلوم، عاد كدير لوبسيون ديال الدبلوم، عاد كدير الجروب ايتابليسمون اللي خديتي فيها، عاد كدير ليتابليسمون، بعد ذلك كدير السنه اللي خديتي فيها هذا الدبلوم هذا. على سبيل المثال بغيتي تزيد ديبلوم اخر مثلا، عندك دي ديبلوم اخرين، يعني كتضغط على اجوتي اون فورماسيون، يعني كتزيد دي ديبلوم اخرين بالطريقه هذه، يعني كدير دي ديبلوم، يعني سواء كنتي مثلا قريتي مثلا في لو اف بي بي تي، يعني في التكوين المهني، ولا كنتي قريتي في شي مدرسه من المدارس، راه كلشي المدارس راه كاينين في هذا المكان. بالنسبه لهنايا كتحط ليكسبيريونس ديالك، ليكسبيريونس بالنسبه للعمل ديالك في الشركات اللي خدمتي فيهم، يعني في السنوات الماضيه، يعني كتحطهم هنايا كاملين، يعني هذه المعلومات يقدر يكون عندك في السي في، ولكن انت حاول ما يمكن انك تحطهم بطريقه صحيحه في هذا المكان. بهذا الشكل هذا، يعني كتحط السنه هنايا اللي بديتي فيها الخدمه، وهنا كتحط السنه اللي كملتي فيها الخدمه مع ديك الشركه. الا مازال تخدم مع الشركه كتضغط هاد البطوله بهذه الطريقه هنايا، كتحط هنايا لونتربريز، يعني الشركه اللي الاسم ديال الشركه اللي انت خدمتي معها، ولهذا المكان هنا كتحط شنو كنتي خدام في هذيك الشركه، يعني البوست اللي كنتي خدام فيه، يعني كتكتب هنايا يعني البرونش اللي كنتي خدام فيها في هذا البوست في هذه الشركه هذه.
بغيتي تزيد شركه اخرى راك دير كضغط على اجوتي اون اكسبيريونس، يعني كتزيد شركه اخرى هنايا وكدير لاطات ديالها هنايا في بديتي وفي انتهيتي والمعلومات ديال هذيك الشركه. مزيان. بالنسبه لهنا لي كومبيتونس، لي كومبيتونس بالنسبه للغه ولي كومبيتونس بالنسبه للبيروتيك ولي كومبيتونس اللي هما سبيسيفيك لي كومبيتونس اخرين اللي غادي تزيدهم انت، وهنا بالنسبه لي بيرمي دو كوندو. اذا بالنسبه لا لونغ يعني كدير لي لونغ ديال كاملين اللي انت عارف ليهم، بالنسبه لا لونغ كدير لي لونغ اللي عارف ليهم بالطريقه، مثلا كتشوف انت اشنو لي لونغ اللي عندك، تقدر تزيد لونغ اخرى بالطريقه هذه باش تشكل وتزيد لونغ اخرى، يعني لي لونغ كاملين راه كاينين هنايا، و يعني الحاله ديال هذو لي لونغ ولا يعني المستوى ديال لي لونغ اللي عندك انت. كنجيو لهنايا كنديرو هنا بيروتيك، انت كتعرف الوورد، كتعرف الاكسل، الاكسيس، الباوربوينت، اللي كتعرف لي بيروتيك راه مزيان كتقدم هنا. بالنسبه لهنايا كتزيد هنا الكومبيتونس سبيسيفيك، هني اش من كومبيتونس اخرى كتعرف ليها، واش كتعرف مثلا الفوتوشوب، كتعرف الويب سايت، كتعرف مثلا لي مونتاج، ولا المهم اي حاجه كتعرف ليها كتزيدها في هذا المكان. بالنسبه لهنايا كدير بيرمي دو كوندوي، يعني اشنو لي بيرمي اللي عندك، عندك مثلا ا، عندك بي، عندك سي، عندك دي، او اللي عندك كاملين كديرهم كاملين. وفي الاخير هنايا كتحط كترفع هنايا واحد السي في ديالك على السيره الذاتيه، كتكتبها مزيان في الوورد وكتحولها للبي دي اف وكترفعها في هذا المكان، كتضغط على هذا شوازير ان فيشي وكترفع البي دي اف هنايا وكتضغط على فاليدي في الاخير. اذا اخواني بعد ما اننا عمرنا الاستماره وحطينا المعلومات ديالنا وفاليدينا في الاخير، اذا هنا الدور ديال كيفاش غادي نبوصليو لهذا العمل هذا. اذا بعد ما اننا حصلنا على واحد الكونت في الانابيك، غادي نجيو مباشره لهذا الرابط اللي غنحط لكم في صندوق الوصف، تلقوا في اول تعليق نضغطوا عليه ونمشوا مباشره لهذا الموقع هذا، وهنا نضغطوا على بوستولي بهذه الطريقه هذه اخواني. هنا غادي يعطينا الحق اننا ندخلوا الكونت ديالنا في الويكال ديال الانابيك باش نبوستوليو. هنا غنحطوا نمرة لاكارت ناسيونال اللي تسجلنا بها في الاستماره. هنا غادي نحطوا باس، هذا المود باس عقلوا عليه مزيان، لان غادي تبقاو تدخلوا به لاي عرض من العروض اللي غادي تبوستوليو اليوم. بعد ذلك غادي نضغطوا على اوكي وندخلوا مباشره الكونت ديالنا في الوكاله ديال الانابيك ونبوستوليو بطريقه سهله جدا. اذا هذه هي الطريقه اخواني، وهذا هو الاعلان اللي هو محطوط في الوكاله ديال الانابيك اللي هو كيطلبوا 40 اوبيراتريس دو كابلاج اللي غادي يخدموا في سخيرات تمارا بالصالير ديال 2970 درهم. كنتمنى لكم اخواني التوفيق، ما تنساو تفرجوا زر اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.